أعرب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في اليمن وارتفاع حدة القتال، وعبر عن قلقه من تصاعد حدة القتال وانعكاس ذلك على المدنيين، وخاصة الذين يعيشون على طول الحدود الجنوبية الغربية مع المملكة العربية السعودية. ففي بيان صادر عن مكتب المنسق الأممي، قال إن تقارير إعلامية في السعودية أشارت إلى أن الهجمات القادمة من الحوثيين قد تسببت في عدد غير مؤكد من الإصابات في صفوف المدنيين. دكتور قواس، يعني هل الأمم المتحدة هذه المرة تركز على ضحايا المملكة العربية السعودية من هجمات الحوثيين؟ هل في ذلك إشارة إلى التضامن مع المملكة العربية السعودية في قتالها أو في حربها في اليمن ضد الحوثيين وصالح؟ أنا يعني اعتقادي دائما أن الأزمة في اليمن سببها أيضا عدم وجود موقف حاسم من المجتمع الدولي. يعني المجتمع الدولي حاليا يريد أن يرعى مصالحة في اليمن دون أن يأخذ موقفا مع هذا الطرف أو ذاك. حتى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي عندما تقدم إلى المملكة العربية السعودية وحضر اجتماع جدة الخليج وتقدم الغربي بخطة. وتقدم بمبادرة وكأنه على رأس جمعية خيرية تقدم لمصالحة طرفين في عراك، لا تستطيع دولة كبرى كالولايات المتحدة أن تتقدم بمبادرة. الولايات المتحدة تملك النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي والقانوني الذي بإمكانه أن يترتب على الأمم المتحدة وعلى العقوبات وعلى العلاقة مع إيران وعلى مستقل ذلك. لكن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف الإيراني كما تتعامل حاليا مع الملف السوري، تعليق كل الملفات بانتظار الإدارة المقبلة. عندما يأتي جون كيري ويقول أنا بصدد تقديم مبادرات تقول نقوم بخارطة طريق توازي ما بين الأمني والسياسي وتسليم أسلحة ثقيلة إلى جهة ثالثة، كما بدا وكأن هذه الجهة الثالثة شيء من الخيال، يعني من هي هذه الجهة؟ وبالتالي الولايات المتحدة تقوم بأعمال أنا ما أسميه العلاقات العامة بأن ولكن هل يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، هل يستطيعون أن يتدخلوا على الأقل لتخفيف الأضرار الإنسانية وتخفيف الضحايا من المدنيين في وقف القتال في منطقة هنا أو هناك؟ أو الأمم المتحدة بدون أي تغطية سياسية عسكرية مضطرة أن تتدخل بتوافق الأطراف، بالتوافق وليس بالقوة. لكن طالما أنه ليس هناك أي حسم في هذا الموضوع، ليس هناك حسما أمريكيا، ليس هناك حسما روسيا في هذا الشأن، وطبعا هذه الحرب حتى الآن ما زالت تنتج حروبا أخرى، الولايات المتحدة تتعامل مع الموضوع بصفتها فعلا جمعية خيرية تتعاطى مع الأمر الواقع، وبالتالي هي عليها أن تمد اليد إلى الحوثي وإلى أنصار علي عبد الله صالح بالإضافة إلى الحكم الشرعي. أعتقد أن أزمة اليمن مستمرة ولها علاقة بقرار دولي أن الحلول لم تنضج كما لم ينضج أي حل حاليا. طيب إذا هل ترى بأن تصعيد الحوثيين خاصة على الحدود مع السعودية التي كانت في الأشهر الماضية على ما يبدو كانت هادئة بعد توافق أو حتى اتفاق سعودي حوثي، الآن هل يبدو بأن هذا الاتفاق أصبح في خبر كان؟ لنكن أيضا يعني إذا أردنا أن نتكلم بصراحة، عندما يقوم تحالف بقيام بحملة عسكرية حتى الآن وما زلنا نتحدث عن حصار التعز وما زلنا نتحدث عن أخطار تقوم بها جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، فيجب علينا أن نفكر بمراجعة هذه الخطط العسكرية، لأنه يبدو الخطط العسكرية لا تنتج أي ضغوط تؤدي إلى طاولة مفاوضات تفرض تسوية، وبالتالي ما زال الطرف الحوثي وما زال الطرف علي عبد الله صالح الذي يدعو الروس هذه الأيام بأن يقدم لهم قواعد كل ذلك، بإمكانهم أيضا أن يقلبوا الطاولة، أن ينسحبوا من الكويت وأن يهاجموا المملكة العربية السعودية. أعتقد أن هناك خطة عسكرية جديدة يجب أن تراجع، وأعتقد أيضا أن خطة التحالف السياسي الدبلوماسي في العالم يجب مراجعتها، وإلا نحن سنكون في حالة ستاتيكو دائم في هذه المنطقة. اسمح لي أن أشرك معي أو معنا في هذا النقاش السياسي والإعلامي اليمني سيد محمد عز الدين الحميري. سيد محمد عز الدين، برأيك هل هناك من رسائل تريد ميليشيا الحوثي من خلالها بثها إرسالها إلى السعودية وقوى التحالف عبر تصعيدها الأخير على الحدود مع السعودية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حقيقة ما يقوم به الحوثي في الفترة هذه من التصعيد الذي يطال الحدود السعودية هي رسائل، هو يريد أن يوصل رسائل بأنه هو الأقوى وأنه يريد أن يظل السقف مطالبه مرتفع، وهي حقيقة نريد أن من الإخوة في المملكة العربية السعودية ودول التحالف أيضا أن تعي مثل هذه الضربات، أن تعلم بأن هؤلاء القوم لا عهد لهم ولا ميثاق، طال سبق وأن ذهب الوفد الحوثي إلى أبها، وسبق أن ذهبوا إلى الظهران، وسبق وأن ظهروا أيضا إلى الرياض، وتم الاتفاق معهم التفاهم على تأمين الحدود ونزع الألغام، ولكنهم ينقضون العهود في كل مرة. ولكن ما مدى قوة هؤلاء؟ هل فعلا الوصول إلى التأثير على محطات توليد للطاقة في كلا الجانبين من الحدود يشير بأن الحوثيين ما زال بيدهم أوراق قوة عسكرية؟ لا زالت بأيديهم أوراق علي عبد الله صالح، حقيقة هو ربما يكون اللاعب الأبرز في هذا المشهد، ولو تأملنا عندما ذهب الوفد الحوثي إلى الرياض منفردا قبل 3 أشهر كان هناك في نفس اللحظة في نفس ذات الوقت الذي كان الجانب السعودي والجانب الحوثي يتفقون على تأمين الحدود ونزع الألغام، كانت الصواريخ تأتي من عبر الأراضي اليمنية وتقصف المناطق السعودية، دليل على أن علي عبد الله صالح عندما رأهم ذهبوا منفردين وهو حليف استراتيجي لهم أراد أن يوجعهم وأن يضربهم من الخلف وأن يقول لهم أنا الأقوى وأنا الأبرز وأنا اللاعب الأساسي في هذه المعركة. فيبدو أن علي عبد الله صالح هو اللاعب الأبرز في هذه المعركة، وهو الذي لا يريد والذي يريد للحوثيين أن يقول لهم أنا هنا، لم تستطيعوا أن تتحركوا قيد أنمولة أو أن تتفاوضوا مع دول الجوار بدوني. فيبدو أن هذه، لكن أخي غير هذا كله، نريد من هؤلاء في الإخوة في المملكة العربية السعودية وفي دول التحالف أن يعلموا بأننا أكثر من يعني 40 اتفاق فقط في قضية دماج التي كانت قبل احتلال العاصمة صنعاء نقضها الحوثي، اتفاق مع القبائل واتفاق مع اللجان العسكرية واتفاق مع اللجان الرئاسية. إذن فما الحل؟ ما الذي تشير له زين محمد؟ لابد من حسم، وأن تحدثنا في عدة قنوات وتحدثنا معكم أنتم، يجب على دول التحالف طالما وقد أعلنت عاصفة الحزم إما أن تعصف، إما أن تكون يعني ونحن نرى أنها أهلا لها إذا ما أخذت الباكورة وانطلقت، يجب أن تعصف وأن تستمر بهذه العاصفة، وهؤلاء لا ينفع معهم أبدا إلا لغة القوة ولغة الضرب جزيلا حتى يعودوا إلى، أما أن يذهب الوفد الحوثي الآن إلى بغداد ويلتقي بالحشد الشعبي وبالميليشيات العراقية ويهددون السعودية من هناك، سنزحف من اليمن وسنزحف من العراق، يجب على السعودية أن تعي الدرس وأن تفهم بأن هؤلاء لا خلاق لهم وأن هؤلاء لا ذمه لهم إطلاقا. شكرا لك محمد عز الدين الحميري الكاتب والإعلامي اليمني، كنت معي عبر الهاتف من الدوحة. دكتور قواس، ختاما، هل ترى بأنه كما يقول السيد الحميري أن ربما هذه المفاوضات هي مضيعة للوقت والحوثيون يستغلونها لتعزيز أوراق القوة لديهم، وهم يعني يذهبون إلى العاصمة العراقية بغداد كما تقول بعض المصادر وفق إرادة إيرانية لإغاظة السعودية؟ يجب الانتباه أيضا أن الهجمات الأخيرة للحوثيين على الحدود السعودية وهي طبعا لافتة تريد أن تقول أن المعركة هي بيننا وبين المملكة العربية السعودية، ثم زيارة الوفد الحوثي إلى بغداد هي أيضا إشارة تقول أن هناك مشكلة مع المملكة العربية السعودية، ونحن باستطاعتنا أن نلمح بتهديد أو تهويل معين من هذه العاصمة. إذا كنا نريد أن نتكلم بصراحة، المشكلة ليست يمنية، المشكلة تماما هو في التوتر الكبير والخلاف ما بين المملكة العربية السعودية وإيران. إيران ترسل إشارات في سوريا، في لبنان، في العراق وفي اليمن بأن المشكلة معي ويجب الاتفاق معي على هذا. طبعا لا اتفاق أعتقد بانتظار الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، العالم ينتظر هذه الانتخابات، معروف جدا أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس كل بلد في العالم. لننتظر إذن. شكرا لك الكاتب والإعلامي دكتور محمد قواس، كما أشكركم أعزائي المشاهدين.